السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزتي الكريمات، أعزائي الكرام، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو سأتقاسم معكم تجربتي في الاختبار الشفوي لمباراة التعليم. غادي نتقاسم معكم كيفاش دخلت القاعة الامتحان، كيفاش جاوبت على الأسئلة المطروحة من طرف اللجنة، وكيفاش انتهى الاختبار الشفوي وخرجت من القاعة. إذا كما كتعرفوا بأنه في اللوائح ديال الناجحين في الامتحان الكتابي كيعطيو التوقيت والمكان ديال اجتياز الاختبار الشفوي. منين أعلنوا على النتائج ديال الكتابي توصلت بالنتيجة بأنني ناجح في الاختبارات الكتابية وسأمر إلى اجتياز الاختبار الشفوي بيوم السبت مع الساعة 7:30 صباحا. مشيت للمدرسة اللي كان فيها الاختبار الشفوي مع ذاك السابعة، دخلنا تجمعنا في واحد القاعة، كانوا دايرين 5 ديال الليجان على ما أظن، كانوا كيعزلوا 5 في كل مرة، كيدوزوا 5 من بعد عاد 5 من بعد إلى غير ذلك. فوقاش غادي يجيني الدور انايا؟ جاني حتى 11:30 ديال الصباح. الرقم ديال اللجنه على ما اظن كان رقم 3. اول حاجه دقيت في الباب، قالوا لي تفضل. دخلت، السلام عليكم، بقيت واقف هكا، قالوا لي تفضل جلس. اول شيء قالوا لي اعطينا البطاقه الوطنيه ديالك، لان كيدخلوا شي معلومات عندهم تما في داك شبكه التنقيط. اللجنه كانت مكونه من 3 افراد، مفتشين للغه الفرنسيه والعربيه ومفتش لعلوم التربيه جالس في الوسط. قال لي أول شيء عرف بنفسك إما باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، اختر أنت. عرفت نفسي باللغة العربية، اسمي ونسبي والشهادات المحصل عليها. من بعد تكلمت لهم بأنني أدرس في الماجستير بكلية العلوم. قالوا لي شنو الاسم ديال البرونش اللي داير؟ قلت لهم الاسم ديال البرونش. قالوا لي تكلمنا عليه شوية، بقيت كنتكلم لهم عليه. ابخي تكلم المفتش ديال اللغه الفرنسيه، عطاني واحد لو تكست. هاد لو تكست كان ديال المستوى الرابع، العنوان ديالو لانفيرميير على ما اظن. قالوا لي قرا هاد لو تكست كانك كتقراه للتلاميذ. قريته هكا اون ليكتور اكسبريسيف. من بعد كان كيوقفني في كل فيرب وكيقول لي فين مصرف هاد لو فيرب. كنت كنقول له فين مصرف، كيقول لي مثلا هاد لو فيرب مثلا مصرف في البريزون، رجعوا لي في الكونديسيونيل بريزون. كنحاول كونجيغيه. من بعد كيوصل لشي كلمه كيقول لي شنو هي الشرح ديالها. عاقل كان قالوا لي الشرح ديال ايمونس ايمونس، قلت له هي فاست. المهم اي ابخي داك المفتش التربوي ديال علوم التربيه سولني في الرياضيات، هو سولني في الرياضيات، قال لي شنو هما انواع الاعداد. قلت له انواع الاعداد هي الاعداد الصحيحه الطبيعيه، الاعداد العشريه، الاعداد العشريه النسبيه، الاعداد الكسريه، ثم الاعداد الستينيه، هي اخر حاجه قلتها له. قال لي شنو هي الاعداد الستينيه؟ قلت له الاعداد الستينيه هي الاعداد المتعلقه بالزمن او بالمدد الزمنيه. قال لي مزيان، هو يعطيني واحد الوضعيه. قال لي ذهبت سياره اجره مثلا من مدينه اكس الى مدينه ايكغريك، فاستغرقت مثلا في الطريق واحد المده، احسب الفرق او المده الزمنيه التي استغرقتها السياره من هذه المدينه الى تلك المدينه. المهم اعطاني ورقه، المهم جاوبت عنده تما قدامه المدة الزمنية ناقص المدة الزمنية باش كنبين له داك طريقة أنني نسلف ساعة ونرجعها إلى الدقائق 60 دقيقة إلى غير ذلك. في الوقت اللي أنا كنجاوب على الأسئلة، حتى ديك المفتشين، واحد ديال اللغة الفرنسية واحد اللغة العربية، كيشوفوا فيا الطريقة ديال النظر فيا، أنهم كيشوفوني كيفاش كنجاوب، كيشوفوك كيفاش واقف، كيفاش الثقه ديالك بالنفس الى غير ذلك. دونك كيشوفوا الكاركتر ديالك كي داير وكيفاش كتجاوب. من بعد جا المفتش ديال اللغه العربيه سولني فقط سؤالين. السؤال الاول قال لي ما هي اقسام الكلمه، قلت له الاسم والفعل والحرف. قال لي جوج ديال الاسماء، اسم على ما اظن القاضي، وقال لي اسماء. هاد جوج ديال الاسماء قال لي واش هي منقوصه ولا مقصوره ولا ممدوده. قلت له القاضي هو اسم منقوص، وقلت له اسماء هو اسم ممدود، ودازت الامور على خير. من بعد المفتش ديال العلوم التربيه طرق معايا المجال ديال العلوم التربيه والمستجدات. قال لي شنو هما المستجدات اللي كتعرف، اللي عندك درايه بهم؟ قلت له المستجدات اللي عندي درايه بهم هما رؤيه استراتيجيه لاصلاح المدرسه المغربيه 2015 2030،
قال لي تكلم لنا على هذه الرؤية. بقيت كنتكلم له على الرافعات إلى غير ذلك، على جودة التعليم والإنصاف وتكافؤ الفرص إلى غير ذلك. من بعد قال لي ما هي القيم التي تدافع عنها المدرسة المغربية وتهدف إلى ترسيخها في متعلم الغد؟ هي هذيك حاولت نجاوبه، قلت له بأنه أهم القيم اللي كتدافع عليها المدرسة المغربية وكتحاول ترسخها في المتعلم ديال الغد هو القيم الإسلامية، كوننا دولة إسلامية، القيم الدينية إلى غير ذلك، ثم القيم الوطنية، يعني حب الوطن. المهم تكلمت له على مجموعة من الأمور. من بعد قال لي شنو هو المخطط الاستعجالي، فوقاش خرج؟ جاوبته. ثم بقى يسولني على الحقل التربوي ديال التعليم، مثلا إلى أعطيناك مثلا قسم شنو ممكن تشد، شنو تبغي تشد، واش تبغي الاول الثاني الثالث الرابع الخامس. قلت له انا يا ما كاين حتى شي مشكل، اي مستوى نتاقلموا معاه باذن الله. قلت له ولكن حبذا انني نقري المستويات العليا، يعني الخامس والسادس وصافي. هادشي اللي كان في هذا الاختبار الشفوي بكل سهوله، الحمد لله وفقني الله لكي اجتازه بنجاح ولله الحمد. ثم قالوا لي كنتمنى انك تكون من المحظوظين انك تدوز وتكون اهل للمهنه ان شاء الله، وقالوا لي ما يكون غير الخير ان شاء الله، قالوا لي بالتوفيق ان شاء الله، قالوا لي تفضل. ثم نوض تخرج، وقلت لهم بارك الله فيكم وخرج. اذا هادو هما الاسئله اللي طرحوا عليا في الاختبار الشفوي ديال مباراه التعليم. اذا بكل بساطه الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى لكم التوفيق والسداد ان شاء الله في الامتحان الشفوي. ما تنساوش تشتركوا في قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، ضغطوا على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم الدروس ديال القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.